اهلا بكم من جديد وحديث القاهره. وصلنا لبورصه الكلام، حديث موازي على السوشيال ميديا بيرصده لنا زميلنا العزيز خالد البرماوي. ازيك يا خالد؟ مساء الخير. اهلا بك. ازيك كريم؟ عامل ايه؟ اخبارك؟ الحمد لله تمام. عندنا النهارده ايه في البورصه؟ عندنا اخبار بس يعني اللون الاسود يعني الغالب على الترند بكتير. مسيطر بشكل كبير جدا. خلينا نبص على الخريطه ونشوف ايه الحاجات اللي اهتمت بيها الجماهير على الانترنت. طبعا ردود الفعل على وفاه المشير طنطاوي وتسجيل ارقام عالميه، احنا بنتكلم على التغريده رقم واحد على مستوى العالم ليه علاقه بعزاء المشير طنطاوي. عندنا وفاه الصول احمد ادريس كمان صاحب شفره نوبه حرب اكتوبر في نفس التوقيت وفي نفس اليوم، واهتمت بها السوشيال ميديا. استغاثه من البطله الاولمبيه شيماء خلف للرئيس السيسي. وعندنا 66 لعبه، معرض بيعرض 66 لعبه ل 66 طفل كانوا من ضحايا الاعتداءات على غزه اللي كانت في مايو الاخير. وعندنا كمان دكتور طارق شوقي حط صورة الغلاف لكتاب الثانوية العامة لتالتة ثانوي، وكتير جدا من الاهتمام كان بيه. عندنا كمان على مستوى الرياضة عندنا التصريحات لأحمد مجاهد الرئيس المؤقت لاتحاد الكرة. وعندنا حبس طبيب مصري ببريطانيا لحقنه شركته بمواد مخدرة وترديد عبارات من الجن والعفاريت. النهاردة كمان الأغنية الرسمية لترند أو للإمارات بخصوص إكسبو 2021 اللي هيبدا اول اكتوبر وهينتهي مارس. عندنا كاس السوبر، الاهلي من الصبح مسيطر قبل المباراه وبعد المباراه، وترند كان اسمه السوبر يا اهلي او الهاشتاج اللي كان على تويتر يا كريمه. انتهاء فصل الصيف فلكيا ودرجات الحراره كان اهتمامات الناس على السوشيال ميديا. انتهاء فصل الصيف، خد بالكم الصيف النهارده مفروض اخر يوم ليه فلكيا، ومن بكره فصل الخريف وكل سنه وانتم طيبين. الويك اند اللي جاي هو الوحيد اللي فيه يومين ثلاثه جو يعني شويه متوسط، وبعد كده نخش في 29 و30 الاسبوع الجاي. تعال نبص على حاجه بكره. على فكره اليوم بيتساوى فيه الليل والنهار، واليوم بيتساوى فيه الليل والنهار، صح؟ ده شيء عظيم. وعايز اقول لك الجمعه تبقى 29 وانت طيب. تمام، من محب الموضوع الاول انت شكلك بس طبعا مش بيبان يا جماعه. طيب نبدا بردود الفعل. ايه اللي حصل؟ احنا عندنا طبعا الصبح من الساعه 7 لقينا الاخبار، وكان عندنا الخبر الاول اللي نشر اللي تم رصده، خبر الموقع القاهره 24 على الفيسبوك اللي اعلن فيه خبر وفاه المشير محمد حسين طنطاوي. فيحسب للقاهره 24 انه كان اول موقع نشر الخبر في دقيقة في الساعة 7. عندنا نعي الرئيس السيسي كان الأول على مستوى مصر وعلى مستوى العالم. واخدين بالكم أنا بتكلم على أن ده المنشور رقم واحد انتشارا في العالم في الفترة بتاعت ال 12 ساعة بتوع اليوم اللي تم رصدهم، يعني ما تجاوزهوش غير منشور لمارك زوكربيرج لاحقا اللي هو كان بيتكلم فيه. هو عزاؤه كان في البداية بدأ بشكل شخصي عنه هو شخصيا، فقدت اليوم أبا ومعلما وإنسانا غيورا على وطن. يعني أكيد كثيرا ما تعلمته منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن. يعني المنشور كمان لأنه هو نعي بس بشكل إنساني، ففي تفاعل. أنت بتكلمي بصي شوفي بتكلمي على 190 ألف، الكلام ده من ساعتين أو ثلاثة، 190 ألف إعجاب أو تعاطف. يعني عندنا 116 تعليق، 116 ألف تعليق، 12 ألف مشاركة. طبعاً دي ارقام ده مش الصوره الحاليه، ده من بعدها تقريبا 3 4 ساعات فاتوا بالظبط، من 3 4 ساعات زي ما انا قلت. صح. ان بتتكلمي على حاجه مش ورده. وخدي بالك انا ما شفتش الظاهره دي، خلينا نبص على التعازي بعد كده. عندنا نعي القوات المسلحه، عندنا كمان شيخ الازهر والمفتي، عندنا معظم الفنانين الرياضيين الانديه. انت بتتكلمي كمان يا كريمه على نعي القوات المسلحه. ده نعي القوات المسلحه تمام، وده النعي بتاع شيخ الأزهر، قال فارقنا إلى دار الحق بعد رحلة طويلة من العطاء ومسيرة وطنية أسهم فيها. مفتي الجمهورية برضو كانت من التعازي اللي اهتمت بيها السوشيال ميديا. صحيح. عندنا كمان زميلنا خير رمضان
يعني كان حريص ان هو ينشر النعي، واحنا يعني خدنا النعي بتاعه مباشره بعد تسجيله، وقال خالص العزاء للقوات المسلحه ولمصر ولاسره المشير حسين طنطاوي، هذا الرجل قاد مصر في اصعب مراحلها، ولولا في هذه المرحله لتغيرت المنطقه بالكامل، عندما يتم الكشف عن وثائق ثوره يناير وما بعدها حتى سقوط الاخوان سيعود لهذا البطل الكثير من حقوقه الوطنيه. وحطت الهاشتاج. اللقطه برضو اللي اهتمت بيها السوشيال ميديا كان الزملاء في التلفزيون المصري وكتير جدا من القنوات اللي كانوا على الهواء، وانت بقى مذيعه وعارفه قد ايه بيبقى صعب ان الانسان يبقى على الهواء يكون مجهز يحصل حدث ما. صحيح. البرنامج الصباحي للتلفزيون المصري بصراحه يعني كانت لفته، الناس كلها وقفت قدامها، عمليه تغيير ملابس المذيعات حدادا على الراحل المشير طنطاوي. عندنا برضو نعي زاهي حواس او المنشور اللي حاطه دي برضو من ضمن اللقطات الحلوه جدا، يعني ان زاهي حواس العالمنا الكبير طبعا دكتور زاهي حواس نشر على صفحته تصريحات سابقه ليه كان بيتكلم فيها ان المشير طنطاوي ارسل قوات خاصه لحمايه الاثار اثناء يناير. صحيح. دي من ضمن اللقطات المهمه جدا. انها كانت حرب يعني ما بعد حدث بعد 25 يناير كان حرب جديده تضاف، يعني انا نفسي اعرف الاسرار دي، يعني لو انا في فعلا انا كصحفي اتمنى بجد، لان انت بتتكلمي على مراحل، في لقطات في زوايا كتير جدا من الصوره شفناها قد تكون دوايا مربكه، لكن باكتمال الصوره بتفاصيلها بتفرق جدا. عندنا كمان دي بعض الحاجات اللي احنا بدانا نحلل بسرعه اللي حصل من الاهتمام، دي اكتر الدول اللي اهتمت بالتغريد عن المشير طنطاوي في اول 3 4 ساعات، مصر، السعوديه، انجلترا، امريكا، الامارات، الكويت، تركيا، اليمن. وعندنا دي اكتر الحسابات اللي اهتمت، اليوم السابع منطقي، الاهرام، المصري اليوم، دي اكتر الحسابات اللي تم كراول سماحة نشرت اكتر من تغريده والناس تفاعل معاها، شروق، مصراوي، الوطن، الزملاء كتير جدا. دي الحسابات اوكي، دي الكلمات، يعني ده جزء برضو من فهمنا للموضوع يا جماعه، لان احنا لما نيجي بنحلل ان لو كنت مثلا استخدمنا كلمه طنطاوي فقط، طنطاوي فقط في التوقيت ده هتجيب لنا داتا كويسة، لكن هتجيب لنا داتا بشكل كبير يعني على الواقع. فاحنا عملنا على المشير طنطاوي، وانت بتتكلمي على اكتر من كلمة ليها علاقة، الله يرحمه، الله يرحمه، بقاء الله، عزاء، قوات وما مسلحة، وما زال دفتر العزاء مفتوح طبعا على 2000 وشوية. كل اللي عرفه. المفارقة برضو اللي اهتمت بها السوشيال ميديا ان في يوم وفاة واحد من القادة الكبار لحرب اكتوبر كان في كمان قائد تاني على مستوى الفكرة، الصول ادريس، الصول احمد ادريس، الصول احمد ادريس الله يرحمه، الله يرحمه. يعني ده اللي ابتكر الشفرة النوبية اللي كانت تم استخدامها في حرب اكتوبر، ودي كانت طبعا فكرة عبقرية وحيرت العدو يعني وما قدرش ابدا. لا، وقصه دراما، يعني انا متخيل ان قصه الصول احمد ادريس دي قصه لازم تكتب، لان الموضوع لحد فتره قريبه جدا ما كانش معروف، لولا الرئيس كرمه في الثلاث اربع سنين اللي فاتوا ما كناش هنعرف القصه. هو لم يفصح عنه اطلاقا على فكره، في كتير من البطولات التي لا يفصح عنها، يعني كتير ابطال في اماكنهم ومش بيطلعوا علشان الشهره ولا بيجروا وراها. اكتر من تغريده لعزاء والتفاعل، الناس اهتمت جدا باللقطه. صحيح، الله يرحمه. خاصة. الله يرحمه. والناس بتتكلم على فكره ان هو كان صول، لكن قد ايه خدم وطنه، وكان المشير طنطاوي وقتها كان قائد كتيبة وخدم وطنه بالظبط، يعني والاثنين علامات الحقيقه كانت في حرب اكتوبر بالزبط. يعني فربنا يرحم الاثنين ويصبر اهلهم وكل التعازي اعتقد النهارده كان في موضوع يعني انت مجهزه لنا فيه واقعي بالمداخله بالصوت هنا معنا، يعني هي واقعه، انت كل فتره بتلاقي مجموعه من القصص ليها علاقه بابطال اما ما خدوش حقهم او تم حصل بعض الغبنه عليهم، يعني زي البطله شيماء خلف عملت منشور النهارده انساني جدا الناس اهتمت بيه، قصه باختصار شيماء خلف احد ابطال مصر الاولمبيين، وصلت للريو دي جانيريو والاولمبياد 2016 وكانت رقم 4 في وزن 76 وهي اول افريقيا ورابع العالم تقريبا، او بطله كبيره جدا، يعني طبعا هي عندها ظروف صعبه وهي اكتر من مره اتكلمت وحاولت انها هي مقدمه استغاثه لرئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي وهو اب لكل مواطن مصري، ومعالي وزير الشباب والرياضه اشرف صبحي رئيس اللجنه الاولمبيه، وكاتبه فيها اشياء وتفاصيل بانها محرومه من اللعب لاي نادي، وكمان بعد وفاه والدها يعني يكاد يكون الحياه معاها صعبه جدا ومحتاجه تدخل. ما تخلينا نسمع منها هي خالد. يا ريت
انا اعتقد معانا شيماء خلف، بطله مصر وبطله افريقيا وبطله الاولمبياد. اهلا بيكي شيماء، منورانا. اهلا بحضرتك، طبعا انتوا اللي منوريني والله. انا فرحانه ان انا شرف كبير قوي ان انا اطلع معاكم يعني. واحنا متشرفين بيكي وبكل البطولات اللي جبتيها بمصر، لكن الحقيقه عايزين نعرف اللي ورا المنشور ده. كنت طالبه ايه بالظبط في المنشور اللي انت بعتي فيه استغاثه للرئيس السيسي ولوزير الرياضه؟ انا بعت استغاثه مرتين، مره امبارح ومره النهارده، ولم حد يرد عليا لحد وقتنا هذا. انا طبعا من 2009 برفع علم مصر في جميع الدول، او العرب او افريقيا او البحر المتوسط، فضه وبرونز، بطوله عالم كبار، رابع اولمبيات، بطولات كتير جدا، اتكرمت من الرئيس 3 مرات، خدت وسام الجمهوريه. بس انا بعاني، انا عندي مشكله يعني، انا بقالي سنتين قاعده في البيت. بتدخل من الاتحاد عندنا طبعا، توقف لمده عامين عشان منشطات، وكان قصه كبيره وانا اللي فتحتها، وكان في يعني كان في بلاوي في الاتحاد وظهرت، والنيابه دخلت في الموضوع. ما علينا، الموضوع ده كله مش موضوعي. طبعا اتعمل لجنه، اللجنه ديت استبعدوني عشان هو نفس رئيس الاتحاد، استبعدوني من وجودي في المنتخب، خدوا رقم 2 وسابوني انا رقم 1، عامله ارقام. يعني بناء على ايه يا شيماء؟ يعني انت بتقولي ان السنتين اللي فاتوا الاتحاد كان واقع، تم ايقافه دوليا. هل أيوة. التمارين، الانشطه كانت واقفه؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، انت لما استبعدوكي كان ايه المبررات الاستبعاد؟ كانوا مستبعدوني عشان انا طبعا في البدايه قدمت شكوى مع الوزير ان في تزوير، انا متزور ليا في ورق. طبعا معالي الوزير حول الموضوع كله للنيابه العامه، والنيابه العامه ظهرت ان في اختلاس، والاتحاد اتجمد ماشي، وعملوا لجنه لتيسير اعمال الاتحاد، كان رئيسها برضو كابتن محمود محجوب. انا ما فيش بيني وبينه اي خلاف يعني، انا ما فيش بيني وبينه هو خلاف شخصي، انا من الناس اللي كنت بعزه. بس لما عرف ان انا موجوده، مداني موجود وكده، لا ممنوع تخش، عشان هي اللي ظهرت المشكله كلها، هي اللي طب ظهرت. طب بلغتي باي شكل رسمي، بورق رسمي مذكور فيه سبب لاستبعادك ولا لا؟ لا، انا رحت طلبت من اللجنه ان انا اقعد معاهم، قعدت معاهم في اللجنه، قلت لهم بناء على ايه؟ قال لي هو كده. طب هو كده لايه؟ طب بناء على ايه انا اترميت بره؟ قال لي هو احنا شايفين كده. قدمتي شكوى لاي حد يا شيماء وزير الرياضه وقتها، وقت ما حصل الكلام ده؟ قدمت شكوى لمعالي وزير الرياضه، وقدمت شكوى للمهندس هشام حطب، حتى المهندس هشام حطب دخل في مكالمه سيم في برامج، وقال انا بيتي مفتوح لها وانا هقف جنبها، وده طبعا ما حصلش خالص، ما حدش وقف جنبي. دي نقطه. النقطه الثانيه، انا والدي لسه متوفي. طبعا والدي هو اللي كان بيعولي، هو اللي كان بيصرف عليا، هو اللي كان شايف حياتي. طبعا انا حياتي اتدمرت من بعده، خصوصا ان انا كنت قاعده في شبرا، والبيت في شبرا اتنقل من شبرا لمدينه السلام. طبعا انا قاعده في مدينه السلام، ما جنبيش اي حاجه للتمرين. وانت توقفتي عن التمارين كلها يعني؟ توقفتي عن التمرين عشان انا معيش فلوس ان انا انزل. طلباتك ايه دلوقتي يا شيماء اللي انت عملتي بيها الاستغاثه دي؟ ايه هي؟ انا طلباتي، انا عايزه شغل عشان اقدر اعيش حياتي. انا لما اجيب عربيه واحطها في الشارع عشان انا ابيع بيها حمص او ابيع بيها اي حاجه، وبرضه تتاخد مني، ده برضه صعب بالنسبه لي. بالنسبه لي صعب اكتر ان انا دوله، رغم ان انا بقالي اكتر من 5 سنين او 10 سنين برفع علم بلدي، ما تقفش جنبي في وقت زي ده. انا ارقامي جابت ميداليه في الاولمبيات اللي فاتت، ارقامي جابت برونز. يعني اكيد اكيد يعني بعد كل هذه البطولات مصر لا تترك ابنائها. احنا هنا في حديث القاهره وقفنا قدام المنشور اللي انت عملتيه، وكان لازم نوصل صوتك ونكون حلقه وصل بينك وبين المسؤولين وبين كل حد يقدر يساعد، لان يعني اللي كرم اسمه مصر يستحق التكريم. احنا انا طبعا واثقه في رئيس الجمهوريه، لان انا بقول عليه ان هو والدي الثاني، بقول عليه ان هو والدي بعد والدي ما توفى، ان هو يقف جنبي، ان حتى انا مش عارفه اجيب محل عندي افتح فيه اي مشروع امشي منه. تاكدي ان اكيد صوتك وصل.
تأكدي ان صوتك وصل. انا نفسي نفسي ان هو يقف جنبي هو معالي الوزير اشرف صبحي. والوزير اشرف صبحي يعني هو طول عمره والد للابطال كلها وبيحتضن كل الابطال وبيته مفتوح. اتمنى ان هو يشوف مشكلتي وان هو يحاول يحلها. صوتك وصل شيماء، واحنا هنتابع معاكي كل اللي هيحصل وان شاء الله يكون ليكي طلباتك واكتر. شكرا جزيلا ليكي وبنتمنى لك يا رب التوفيق. شكرا شيماء. وهي كان بتقول انها الارقام بتاعتها في الاولمبيات الاخيره كانت توصلها وتاهلها يعني احنا طيب. مشكورك جدا للرصد اللي عملته لنا النهارده خالد، يعني شكرا. عارفين النهارده كان يوم دسم وصعب كل عندنا مره يعني عليه. حاجتين بس بسرعه لان هم مهمين جدا. اللقطه اللي ليها علاقه بالمعرض اللي فيه 66 لعبه من 66 طفل من ضحايا الاعتداءات الأخيرة على غزة في مايو الأخير. هو المعرض دي اللقطة يعني الأولى. إيه اللقطة الثانية؟ شوشة كمال يا ريت بس نشوف الصورة. وإحنا بنتكلم على معرض مستمر اليوم كامل، وبنتكلم على اهتمام كبير جدا، لأن سواء بقى المعرض سواء الفكرة إن إحنا بتتكلمي على امر ليه علاقه بالجانب الانساني بغض النظر عن الصراعات. هم معبرين على الاطفال اللي ما بقوش موجودين. طب 66 طفل، 66 طفل هم رمزيا جايبين العاب لعب من الاطفال دي واهتموا بيها بشكل كبير. بس يعني احنا مشكورك جدا يا خالد على الرصد اللي عملته لنا النهارده كالعاده، يعني شكرا جزيلا. وان شاء الله نتقابل تاني يوم السبت انا وانت وخيري ان شاء الله يشاركنا في الحلقه. بورصة الكلام النهاردة ده كان ملخص للرصد اللي حصل فيها، لكن بعد الفاصل نلتقي ولها رأي آخر. المرة دي هنتكلم بمنتهى الوضوح، إيه هي الأسباب اللي ممكن تدفع شخص أيا كان لأنه ياخد قرار ينهي حياته، وبتبقى مسؤولية مين؟ هل الظروف ولا الواقع، ولا لو في أشخاص دفعوه أو ساعدوه بشكل أو بآخر عشان يوصل للنتيجة دي؟ في كتير موضوعات خفية نحاول النهاردة أن احنا نحط إيدينا عليها علشان نوضح الصورة أكتر. قرار إنهاء الحياة ليس قرارك وحدك، ده قرار بيشارك فيه كتير اللي بيدفعوا الشخص ده. بعد الفاصل نهاد أبو القمصان هتكون معانا، وضيف عزيز علينا جدا هيشاركنا أيضا في حوارنا النهاردة. بعد الفاصل نتقابل معاهم وحديث مفصل.